يا هلا ومرحبا فيكم متابعينا، يتجدد لقائنا معاكم اليوم في أهم أخبارنا لهذا الأسبوع. ونبدأ معاكم مع الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث باشرت بلاغ انفجار ارتدادي نتيجة تسرب اسطوانة غاز أسفر عن انهيار جزء من منزل وتضرر منزل مجاور بمنطقة سار دون وقوع إصابات، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع. وننتقل إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث تمكنت إدارة المباحث الجنائية وفي 9 ساعات من القبض على شخص يبلغ من العمر 29 سنة يحمل جنسية آسيوية إثر قيامه بسرقة محل تجاري في منطقة عراد، وكان بحوزته المبالغ المالية المسروقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة المشتبه به إلى النيابة العامة. وننتقل إلى مديرية شرطة محافظة المحرق، حيث ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 37 عام إثر قيامه بدخول أحد الشقق السكنية في محافظة المحرق بغرض السرقة، بالإضافة إلى سرقته لسيارة وتعمد الاصطدام بعدد من المركبات بمنطقة البلاد القديم. وأشارت المديرية أنه فور ورود معلومات مفادها محاولة شخص دخول أحد الشقق السكنية في محافظة المحرق بغرض السرقة، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة إلى الموقع وألقت القبض عليه أثناء محاولته السرقة، فيما تبين بأن المتهم مطلوب لمديرية شرطة محافظة العاصمة لتورطه في واقعة سرقة سيارة وقيامه بالاصطدام بعدد من المركبات بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 16 يناير 2024، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة. رسالتنا لهذا الأسبوع: ندعوكم من أجل سلامتكم التقيد بالاشتراطات في موسم البر حتى تقضون أوقات سعيدة وآمنة، كما أن تعليمات الأمن والسلامة العامة منشورة على موقع المنصة الوطنية للحماية المدنية www.ncpp.gov.ph، وأكيد نتمنى السلامة لكم. ولمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع المركز الإعلامي www.policemc.gov.ph، وكذلك حساباتنا الظاهرة لكم. وبكذي وصلنا لنهاية فقرتنا لهذا الأسبوع، نشوفكم الأسبوع الجاي مع أخبار جديدة. مع السلامة.